هاي. الوجه هو من أكثر المناطق تعقيداً بالجسم، وما في عدد محدد لتعابير الوجه، مع أنه عدد الدراسات لقت أكثر من 10,000 تعبير بيندرجوا تحت 6 إلى 10 تعابير أساسية. بعض مناطق الوجه تتفاعل أسرع من غيرها، مثل العيون والحواجب، وفرق الوقت البسيط يلي من الصعب الشعور فيه بيأثر على نوعية ودقة حركات الوجه. عدد من الدراسات بتأكد تأثير تعابير الوجه على المزاج، فالابتسامة مثلاً بتخلي صاحبها يحس إنه أسعد، بينما العبسة بتخليه يحزن. الضحكات المزيفة من السهل تحديدها، لأنه الضحكة الحقيقية تحصل بسبب انكماش إرادي ولا إرادي لعدد من العضلات، بينما الضحكة المزيفة تكتفي بانكماش إرادي للعضلات، ومن هون يبين الفرق. مين قال إنه في جين معين بيأثر على اختلاف تعابير الوجه بين الإيجابية أو السلبية؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.